اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم زول فلاون خواتاتي، اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذه الوصفه السهله البسيطه الاقتصاديه واللي تخدموها في اقل من 5 دقائق. اول حاجه ديتها ديت هذا الكاطو تاع ماكاو كامل تعرفوه هنا في الجزائر، غطستو في الحليب كيما هكذا غطسه وتخرجيها، ما تكثريلوش يعني ما تحطيش بزاف في الحليب مباشره. وهذا المول هذا تاعي اللي ما عندوش قاعده درتو هو 20 على 20. خواتاتي كي تكملوا كامل تروحوا تجيبوا لتر حليب، قلنا 1 لتر حليب، ضفت له 2 ملاعق كبار سكر، وضيفي له 2 ملاعق كبار مليح نشاء كيما راكم شايفين هنايا، ومن بعد تضيفي له هذا الكيس تاع الفلون كراميل اللي هو 100 غرام اللي نديروه لتر تاع الحليب، تعرفوه كامل هنا في الجزائر. نضيفوه لهذاك الليتر تاع الحليب وهذا الكراميل اللي يجي فيه نخلوه للتزيين، نضيفوها هنايا ونخلطوا بارد في بارد، ثم ندوها فوق النار ونخلوه يتحرك في اقل من 5 دقائق يثقال وتحصلوا على كريمه. هذا كما راكم شايفين هنايا نصبوها فوق هذاك الكاطو اللي درناه، ثم نخلوها تبرد وندوها للثلاجة حتى تبرد تماما من تتماسك تماما، يعني تدي لكم تقريبا 2 ساعة في الثلاجة. ثم كي تبرد تدو هذاك الكراميل اللي جاي في الفلون هنا تقطعوه كامل هكذا، تنحوه من القالب هذاك وتحضروا وتزينوها. التزيين يبقى اختياري انا، بما ان الكراميل راهو كاين اصلا مع ذاك الفلون انا زينته به، يعطيله يعني ذوق شباب. في رمضان تقدروا تحضروها يعني ساعه قبل المغرب بساعه بعد المغرب، تصيبوه واجد سهل بسيط اقتصادي ما في حتى حاجه. اخواتاتي راكم شايفين باللي ماهوش ويعني ويوجد ليه ليه، حتى وحده مبتدئه تقدر ديرو ما فيها حتى تقنيه. ان شاء الله اخواتاتي تجربوه وان شاء الله يا ربي تعجبكم الوصفه. ما تنسوناش اخواتاتي بالدعم والاشتراك في القناه، دعموا القناه باه تكبر اكثر فاكثر، اعتقد انه القناه تستحق الدعم والمشاركه. حاولوا يعني تشاركوا الوصفات في مواقع التواصل الاشتراكي الاجتماعي باش تكبر القناه. هنايا كيما راكم شايفين هنا راني قطعتها هنايا، ها هي حبيت نوريها لكم، شوفوا كيفاش يخرج القوام تاعها. هذه هي اخواتاتي، ها هو القوام تاعها هنايا، مسحت لها انا شويه تاع الكاطو هذاك، تخرج رائعه بقدر ما هي بسيطه بقدر ما هي لذيذه وسهله. أنا متاكده اخواتاتي باللي راح تعجبكم، جربوها ما فيها حتى تقنيه. هذه هي اخواتاتي مع ذاك الكراميل، نقول لكم بصحتكم اخواتاتي. ما تنسوناش بالدعم والاشتراك. حبيبتي راكي في قناه حلويات اقتصاديه سهله وبسيطه، دمتي متالقه. جيرانكم لنا التلويث ارسي مليليث.